Listen to two reports on a radio news program for students. Which of the photos on page 54 are they talking about? يبقى بيقول لك ايه؟ استمع الى تقريرين على برنامج تلفزيون للتلاميذ. Which of the photos, اي من الصور on page 54 are they talking about? Girl, hello, this is Jumana reporting. This is Jumana, يبقى ده المتحدث, reporting for students radio in Cairo. طبعا واخد بالك انت من كلمه بروجرام, بروجرام اللي هو البرنامج التلفزيوني ده بيبقى نهايته دبل ام اي, انما البروجرام العادي اللي هو ابلكيشن او كده ده بيبقى ام بس مفيش اي. Recently volunteers, يعني ايه volunteers؟ المتطوعين, who were working, اللي كانوا بيعملوا, to clean a canal say they are finding more and more rubbish in the water. هم بيجدوا الان ها قذرات او قمامه ها اكثر واكثر في المياه. They say the canal is dirtier and more polluted than ever before. وبيقولوا ان القناه اللي هي القنايه ديت مالها اصبحت اقذر وايه؟ واقذر, اكثر اتساخا وتلوثا, and more polluted, polluted يعني ملوثه, than ever before. They are warning people who live in the city to be more careful about where they put their rubbish. يعني خليكم حريصين ايها الناس, where to put your rubbish, انتوا فين بتحطوا الزباله, to try to help the canal become a cleaner. Boy, ده رد, هيبقى رد الولا. This is Karim reporting from Alexandria for Student FM. Today, our city started. Today, اليوم, our city, النهارده, بدأت, بدأ حاجة, البداية خلصت خلاص. Started using new electric buses. بدأت في استخدام, يعني ايه electric buses؟ اللي هي الأتوبيسات الكهربائية. The buses will mean, الباصات دي ستعني, there is less air pollution, أن هناك تلوث هواء أقل in the city. So, they are greener, أكثر خضارا, and they are also cheaper to run, وأرخص في الجري. I spoke to some bus users, حدثت مع بعض المستخدمين الأتوبيسات, who said that new buses were quieter than old buses. ان الاتوبيسات الجديده ديت were quieter, يعني ايه quieter؟ اهدى ايه من في الصوت, يعني مش عامله ازعاج, than the old buses, and also the seats were more comfortable, وكانت اكثر ايه راحه. طب عندي النهارده درس جرامر, ايه درس comparison. يعني ايه comparison؟ اللي هي المقارنة. اما ببدأ اقارن, وانا بستخدم ايه للمقارنة ديت؟ adjectives اللي هي الصفات. جميل. طبعا في كذا تقسيمة للصفات, ممكن من حيث الاستخدام, يعني في للشيب, في للكالر, في للسايز, في للopinion, تمام, صفات للاشخاص. انما انا التقسيمه اللي هستخدمها النهارده بيبقى فيها اتنين, يا بس اللي هي لونج, الاول شورت adjectives, صفات قصيره, ولونج ايه يا يوسف؟ لونج adjectives. بالنسبه لشورت adjectives, الصفات القصيره, اميزها انا ازاي؟ بميزها من حاجه اسمها سيلابل. السيلابل ده جزء مكون للايه؟ للكلمه. ازاي؟ يعني لما اقول لك كده ايه؟ علي مثلا, لك اي كلمه فيها سلب. علي, علي ده مقطع واحد. عرفت ازاي مارسلينو؟ ها؟ في فاول واحد اهو, في صوت فاول واحد, علي. طب لما اجي اقول لك مثلا هيلب, مكون من كم مقطع؟ مقطع واحد, ها؟ اللي هو مين؟ عشان ايه موجود؟ الاي, هيلب. تمام, يبقى ده ايه؟ مقطع واحد. انما لما اجي ازود مقطع فل, اه ده مقطع جديد,
ادي فاول جديد اهو اللي هو مين؟ ها؟ فول، وادي اليو اهو. اصبح كده الكلمه مكونه من كم مقطع؟ مقطعين. تمام؟ طب لما اقول لك تول مقطع واحد، ليه؟ اهو الفاول اهو، فاول واحد. خلاص؟ تري مستر، طب ده دبل اي في فاول وفاول، لا ما هو هو صوت واحد اي، يبقى ده فاول، فاول واحد بس. تمام؟ طيب اللونج ادجكتيف بقى زي ما قلنا كانت هيلب، شورت فاول بقت هيلبفول. تمام؟ طب تعالى بقى للادجكتيفز في الصفات بنعمل ايه؟ قال لك مثلا صفات زي كولد، شورت، يونج، تمام ايه؟ لا الصفه انا بستخدم صفات، لا ده هي الصفه انا بقول لك هي كده بتتكون مقطع واحد. زي ايه؟ زي ايه؟ زي كولد مقطع واحد، زي شورت مقطع واحد، يونج تمام، لونج، هوت تمام، اولد، كل دي consists of one ايه؟ syllable. وساعات بيبقى two، يعني مثلا زي ما اقول لك clever، clever كم مقطع؟ اثنين، يبقى ver اهو بقت. هنشوف دلوقتي هنستخدم الكلام ده ازاي. يبقى هي what is a short what is a short adjective؟ A short adjective consists of one or two syllables، مقطعين، يبقى تتكون من مقطع او ايه؟ اثنين، الاغلبيه في مقطع واحد. تمام؟ طيب نيجي بعد كده long adjectives بقى. اولا كده بدايه all ing adjectives، صفات اللي هي بتنتهي بايه؟ ب ing، بعتبرها مالها؟ long. لما اقول لك مثلا exciting يبقى دي ايه؟ صفه طويله. لما اقول لك interesting صفه طويله. تمام؟ طيب all pp adjectives برضو long adjectives. ازاي؟ يعني ايه pp؟ اللي هي جايه من التصريف الثالث. لما اقول لك مثلا broken، يعني ايه broken؟ مكسور، ما هي تصريف ثاني. تمام؟ يبقى دي صفه طويله. لما اجي اقول لك اسمه ايه؟ ايه ده ياما، اكسايتد، انترستد، دي كلها صفات ايه؟ ها دي كلها صفات طويله لان هي جايه من التصريف الايه؟ جايه من التصريف الايه؟ ركز معايا، لان هي جايه من التصريف الثالث. يبقى دي بنسميها past participle adjectives. بعد كده قال لك جميع الصفات اللي هي جايه عن طريق verb ومنضاف له new syllable. يعني ازاي؟ يعني لما اقول لك مثلا خدنا فوق verb اللي هو مين؟ help، زودت له مقطع ايه؟ full، يبقى help ايه؟ helpful. يبقى ديت صفه قصيره ولا صفه طويله؟ صفه طويله، هي جايه من مصدر اهوت ومزود لها مقطع عليه بقت helpful. تمام؟ وصفات بقى عامه زي مثلا ما تقول لي ايه؟ beautiful. لما تقول لي اكسبانس، طبعا الصفات دي كلها مشتقات، يعني بيوتي جمال، تمام، بيوتيفاي يجمل، اكسبنسيف جايه من اكسبنس يتكلف، زفت، يبقى بيوتيفول واكسبنسيف. تمام؟ لما اقول لك ها عندي ايه كمان مثلا؟ خدنا يوسفول، يوسفول يعني ايه؟ مفيد. كل دي صفات طويله. طب نبدا نقارن بقى. عندي الاشخاص ما هياش كلها متساويه، او الاشياء عامه مش متساويه في الصفات. طب انت ساوي، يعني انت ساوي واحد في نفس طول فلان، يبقى انا هستخدم ايه الصفه اللي هستخدمها؟ طول مثلا. اول نوع عندي حاله اسمها حاله ايكواليتي. يعني ايه ايكواليتي؟ تساوي، اللي عنده مقدار من الصفه بيساوي نفس المقدار عند حد تاني. تمام؟ فقال لي دي بمنتهى البساطه، انت بتجيب as وبعدين تجيب اي صفه وبعدين as، يعني واحد في نفس طول يبقى الصفه اللي انت تستخدمها tall، يبقى as tall ايه؟ as. صغير في السن يبقى as young ايه؟ as. اما اقول لك خدوم مثل، او يعني مفيد زي، helpful او ايه؟ useful. تمام؟ as useful as. غالي زي as ايه؟
expensive as. يبقى مش هتفرق معاك سواء long adjective او short a short adjective. طيب اللي يجي بعد كده عندي حالة النفي. حالة ايه؟ النفي. لو انا عاوز اعمل جملة منفية يعني اقول ده مش مثل ده، مش مثل ده، قال لي عندك two options. ما اقول لك مثلا علي مش في نفس طول هاني مثلا، يبقى علي isn't يا اما as ولكن الاصح ليها so. هتلاقي الاثنين يا اما as يا اما ايه so، هما قايلين لك as او so، انما الادق طبعا واللي بتستخدم مين؟ طب افرض انا ما لقيتش so خلاص استخدم as. طب لو لقيت as و so في الاختيارات استخدم so، ما تستخدمش ايه؟ as. يبقى هي كانها مش موجوده as خلاص. تمام؟ طب لقيت as خلاص استخدم isn't as ماشي. انما هو الاصح والادق مين؟ so. طيب علي isn't as so tall مثلا، حط الصفه عادي، as الثانيه زي ما هي هاني. طب طالما ان علي مش في نفس طول مين؟ هاني، ابقى انا فهمت ان مين اطول؟ هاني. علي مش طويل زي هاني، يبقى ده هاني هو اللي طويل. خلاص؟ سواء بقى صفه سلبيه سواء صفه ايجابيه، هو مين اللي بيبقى اكتر فيها؟ الطرف الثاني. تمام؟ يعني مثلا لما اقول لك ايه؟ bad يبقى علي isn't as bad as هاني، مين الأسوأ؟ هاني، بس هو في صفة سلبية. ده هاني، هتقولي ده هاني. لو كنت خلاص تمام موفق انت عشان حبيبي جت موفقه كده. ايوه فنيجي للايه ده يدخلنا بقى في نوع من المقارنه الايه الثانيه بقى اللي هي بنقول عليها كومباراتيف. بنقول عليها ايه كومباراتيف. ايه الكومباراتيف؟ قال لك كومباراتيف ديت بتستخدم is used when there is one part more in the ايه او has more in the adjective، عنده اغلبيه superior in the adjective اعلى هو في الايه في الصفه، يبقى one of the two parts واحد من الايه الطرفين. ازاي يعني؟ ده ايه وده ايه وده بي ايه ده لقينا ان هو tall اكبر. طب نترجمها بقى في سنتنس، يبقى هنقول الاول لازم احدد بقى هنا long adjective or short a or short adjective. لو long adjective خلينا الاول في short عشان هي تو، قال لك بمنتهى البساطه كده هتقول a is تجيب صفه طول اهيت تيجي جاي مزود لها ايه هنا تزود عليها مقطع، المقطع ده اسمه ايه ER. يبقى a is taller وتزود كمان كلمه مين than، يبقى انت كده استخدمت الصح في المقارنه. وتجيب الطرف الثاني بقى a is taller than a b ما فيهاش مشاكل. ايه ريتشر يبقى هات لي بي بي بقى لما تجي لك يبقى انت المفروض تعكس الايه الصفه تول، لا دي المفروض ايه كده شورت. طب هي لا زالت صفه قصيره يبقى انا هزود ايه بعد شورت؟ اي 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 ار شورتر ايه شورتر ذان اي isn't as او so short as كذا. هو كده مين اللي اقصر؟ يبقى a isn't as او so short as b. طب فوق ها b isn't ها so tall as mean as a. لما تستخدم بسو وصفه واس بتبدا تقراها من هنا. هو ده بي از شورتر، يبقى مين اللي مش زيه؟ اي ما وصلوش، يبقى اي ازنت از شورت از بي. طب هتقراها من هنا بي استخدم الصفر، يبقى بي ازنت سو تول از اي لان هو ايه الاطول.
ماشي كده؟ طيب ممكن يجي لي بقى يقول لك ايه؟ علي is taller than any one in the class. is taller than any one in the class. طب دلوقتي بقى علي هو اطول من اي حد، يعني اجيب اي حد كده علي اطول، اجيب اي حد كده هو اطول، اي حد اطول، اي حد اطول. فقال لك لا، طب ما انت تخليها في جمله ايه؟ واحده كلمتين ورد خطاه، علي الاطول في الفصل. بس كده يبقى دخلنا على النوع الايه؟ الثاني. تمام؟ بس قبل ما نروح للنوع الثاني احنا ما خدناش الصفه الطويله، لما اقارن بيها هعمل ايه؟ قال لك انت مش واخد اكثر يعني مور، وواخد لس يعني ايه؟ اقل، هي صفه طويله. فانا ما ينفعش ازود كمان مقطع على الصفه وهي طويله اصلا، اكسبنسيف مش هتبقى بقى اكسبنسيف ارت ولا بيوتيفول بيوتيفول ارت ولا الكلام ده. قال لك لا، هات مقطع بيؤدي وظيفه الايه؟ القله والكثره. اللي هو مين يا درش؟ مورا وايه؟ مورا ولس. وهات بعده الصفه. لازم تكون ايه طبعا؟ لونج ايه؟ لونج ادجكتيف وكلمه ذان. يبقى لو انا عندي ايه؟ في اكسبنسيف اكبر برضه. فاحنا هنقولها ايه؟ ها يبقى من بي. يبقى ايه؟ is more expensive than B. طبعا في حاله بقى عكس الكلام B هستخدم برضه عكس الصفه. يبقى B is less expensive than A. ممكن اغير. ممكن يعني خلاص في مور وفي لس. طب انا عايز اجيب الصفه الثانيه عكسها، ماشي. يبقى بدل اكسبنسيف هقول ايه؟ تشيبر. شوفها بقى صفه طويله او قصيره. يعني عندي انترستنج عكسها بورينج. يبقى صفه طويله وعكسها برضو صفه طويله، ماشي. انما اكسبنسيف عكسها طب بيوتيفول عكسها اجلي. اجلي صفه ايه؟ قصيره. يبقى اجلي ار ذان ايه؟ بورد، مور بورد، انترستد، مور انترستد. احمد از مور بورد. يبقى بي از ليس ايه؟ بورد. في مشكلة في ديت كده في النوع الثاني؟ طب هل كل الصفات اللي في الدنيا تمشي على الرولز ديت؟ قال لك لا، في بعض الاودز بقى، في بعض الايه؟ الحاجات غير منتظمه، صفات غير منتظمه. ازاي؟ يعني لما اقول لك مثلا صفه زي جود. قال لك جود ديت ما بنخليهاش جودر، ما بنزودش حاجه. قال لك دي بتبقى باتر ايه؟ ذان. طب وباد؟ ورث ايه؟ ورث ذان. طيب وماتش؟ أو many قال لك تبقى more than. more إيه؟ than. يعني much water وهي much water. تمام؟ ولكن أنا معايا أكتر بشوية، يبقى أقول لك أقولها إزاي؟ I have more water than her. I have more water. تمام؟ يبقى she has less water. less طبعًا أنا عندي little. little يعني قليل. طب ده little وأنا أقل، يبقى I have less water. تمام كده؟ طيب. يبقى ديت ايه؟ less than. less than. عندي كمان far. farther ايه؟ than. أو further ايه؟ الاثنين. ليهم نقطة ايه؟ further than. farther than او further ايه than. طب هل في اختلاف ما بين farther than و further than؟ لا في فرق. تمام؟ لما اقول لك farther than بتكلم عن more information. يعني ايه more information؟ يعني اقول لك كده can you give me further information؟ further information
معلومات ايه؟ اكتر؟ لا سوري ما further. Further. Can you give me further information؟ امسح يا ابني السهم ده. هنا further ديت معناها ايه؟ more information. Further details. تفاصيل اكتر. انما المسافات استخدم مين؟ further. عليك في ثالثه. تمام؟ فيها مشكله الكلام ده؟ ما هو دي غير منتظمه، صفات غير منتظمه. انت برضه لو حسبتيها كده في المعلومات، يعني معلومات ابعد عن اللي انت قلتيها، يعني متقدمه، يعني متقدمه ادفانسد. تمام؟ فخلوا دي للبليسز، للاماكن او الديستنسز يعني. تمام؟ وديت للايه؟ للداتا. ماشي؟ نيجي بعد كده صفة مثلا زي مودرن. مودرن مارسيلينو صفة طويلة ولا قصيرة؟ يبقى انا اقول مودرنر. لا، قال لك تقول مور ايه؟ مودرن. برضو من الاودز، هي تبان ان هي من مقطعين. تمام؟ ولكن هي صفة ايه؟ صفة طويلة. يعني طبعا ما صفة طويلة، ما دي حاجات بقى بتتحفظ، يعني انا مش هقول لك 100 واحده تحفظها، دي هي حاجات هتصادفها كده. تمام؟ يعني لغايه دلوقتي في صفات احنا ممكن نصادفها، كنا نفكر ان هي قصيره، ولكن هي تعامل كده. تمام؟ كل ما تقرا كتير تفهم بقى الحاجات دي، تعرفها. انا برضو يوم ما عرفت ان مودرن اتفاجئت، كنت بحسبها صفه ايه؟ قصيره، بس من زمان قوي. انا بقول لك انا من زمان قوي. تمام؟ نيجي بعد كده. طب النوع الثالث بقى من المقارنه، يعني مثلا نقوله اشطر واحد في المجموعه مارسيلينو مثلا، يبقى نقوله ايه؟ انا عندي ايه؟ يا جماعه بس انا والله ما بغير. تمام؟ يبقى انا عندي الصفه هي محمد كليفر اكثر شطاره، يبقى كليفرر ايه؟ كليفرر ذان. طب عاوز اقول بقى الاشطر، يبقى هقولها كده، يبقى ايه؟ ايزا هات لي كليفر اهيت يا يوسف. معايا؟ معاك يا مستر. يبقى ايه ذا كليفر، وازود معاها ايه؟ اي اس تي. يبقى بدل ما اقول بقى ايه؟ ايز كليفرر ذان اني one in the class، ما هو خلاص بقى بلا anyone بلا بتاع، هو he is the cleverest. He is the cleverest. تمام؟ لما اجي اقول لك ايه، ممكن بطريقه ثانيه بقى يقول لك no one is cleverer than a. طب ما هي برضه a is the cleverest person. فيها مشكلة دي؟ طيب لما نيجي نسأل، لو صفة طويلة هعمل ايه؟ هل ازود لها مقطع؟ ما احنا ما زودناهاش في اللي فاتت، يبقى هنعمل ايه في دي؟ هنزود؟ قال لك لا برضو مش هتزود. امال هتعمل ايه؟ قال لك هتجيب كلمة. مش انت اتعاملت بمور ولس؟ خليها مور، بدل مور تبقى ذا بقى ايه؟ موست، ذا موست الاكثر، وذا ليست الاقل. احط كلمه expensive، يبقى the most expensive. الالم ده هو الاكثر غلاء، وهذا الالم هو الاقل ايه؟ غلاء. يبقى في المقارنه لما يكون واحد متفوق عن الايه؟ عن الباقي في المجموع. ماشي؟ طيب دلوقتي لما اجي اسالك سؤال، انا عرفت ان علي is taller than هاني. طب اما اجي اسال سؤال الاول قبل دول، هقول ايه؟ هو، مش انا بسال عن عاقل؟ لو غير عاقل هيبقى وات يا عمر. يبقى هو is taller، واسكت. تمام؟ يبقى هو is a taller، علي or هاني.
which is حبيبي ثواني يبقى ليه استخدمنا ويتش يا محمد؟ امال عملنا ايه؟ من غير ويتش؟ شربتها؟ يبقى هو للعاقل ويتش للاختيار تمام؟ ما هختار بقى غير عاقل فهستخدم ويتش بقى يبقى ويتش از faster a horse or a camel يبقى هنا ده الاختيار ما هو ايه الفرق ما بين which و الفرق ما بين which و who which و what what حاجه انا ما اعرفهاش اصلا what انما انا هنا بخيرك بين اثنين يبقى هستخدم مين which يعني هل ينفع اقول what is faster؟ لا which is a faster لان انا جايب في السؤال ايه؟ a horse or a or a camel تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده في المقارنه القصوى بقى هقول لك كده the lion is the strongest animal طب انا اقولها ازاي بقى ديت سؤال ها يبقى على طول وانا بخيرك انا بستفسر عن واحد يبقى what is the strongest animal هو مين اللي حاضر ده احمد حسام يونس ولا احمد حسام ربيع؟ طلب عامة احمد حسام طلب ها؟ يعني انت فاهم اللي فات كله؟ لا وطالما سند ظهر على الحيطه ومتكئ كده يبقى دي مركز. مش فاهم ايه؟ الاداه الاستفهام؟ ويتش للاختيار غير عاقل. طب لو افرض احمد وعلي هقول ويتش ستولر احمد اور علي؟ لا هو برضه. ما هو بسال عن العاقل هو. تمام؟ إنما ويتش للاختيار ما بين اتنين غير إيه؟ غير عاقل. ما بين اتنين غير إيه؟ عاقل. لو لقيتك مش مركز ما تزعلش. فغلطتك أنت. فغلطتي لو ما جاتش فيك. حبيبي ماشي. مين؟ لا اصل انا اخاف تيجي لا ما بيناش ماشي انا ما بركزش على جسمي انا بركز على تارجت محدد هو بيجي على ايد مثلا هو بيكتب فجيجيه انما جسم كده لا 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 دي رشقت في ايدك دي رشقت في ايدك يا مارسيلين جت في ايدك ايوه والله هو كان حاطط ايده كده اصلا لا 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 انت كنت حاطط كده لا امال ايه قمصتك ليه؟ قمصتك ليه؟ تعبان ايه؟ خلاص يبقى ويتش للاختيار ايه؟ ما بين اتنين غير عاقل هو ما بين اختيار للايه؟ للعاقل في مشاكل كده يبقى وات ذا سترونجست انيمال واعمل كويستشن مارك نفتح كده ونشوف الدنيا ايه طبعا الصفات بقى اللي هي الاودز ديت الاودز هقول ايه هقول مثلا جود برضو نرجع لايه لجود اهي جود هيبقى زي ايه ذا بيست باد worse than the worst more than يبقى the most less than the least farther furthest the furthest او the farthest تمام نزود تشيل الاي ار وتحط اي اس طيب نفتح كده الملزمه
بسم الله. Page 110. فتحت. طب بص. تمام. Please take your A home. نبتدي كده. Your rubbish. ركز يا حبيبي. ركز يا بابا. ما انا قلت والله. والله انا قلت 110. ماشي ده هومورك 100 دي على الفوكاب. ماشي هات لي الجرامر بقى اللي هو بيج 112. Our house is a comfortable than hotel. ملا مور. تمام. Ali said that football is not so difficult as figs are a as chocolate. As delicious. في النفي ما فيش a so. في الإثبات ما فيش so. Sarah is younger a younger than. ماشي. Thank you. يلا يا يوسف. Cars are a than bikes. Cars are a ابني. Safer than. Sharks are a than lions. Safer. Sharks are more dangerous than. Hassan is a football player than anyone else in the team. Is a. طب. Is a. لا. A better. Better. Is a better. Football player than. عشان بقارن بين. خدنا كلمة than اهيت. يبقى يا اما اقول. He is better على طول. He is better than any other person مثلا. او he is a better واجيب الاسم. He is a زي good football, good footballer. قارن لي بقى good footballer تبقى a better a footballer. يبقى he is a better footballer than anyone else in the team. We can run as a as they can. يلا يا سارة. Fast. I don't earn as a money as you do. Much. Mount Everest is the nah. Much your money, people. Eh? How about it? هي صح. انا قلت هو بنكر. هو في مقارنه. انا جايب صفه عاديه ما بين از واز. Mount Everest is higher. Then the museum is usually a on a Saturday than a Sunday. لا في then more crowded. Thank you. Nada. I think the blue dress is a than the red dress.
Nicer. Nicer, sorry, nicer. Adil is tall, but Rami is لا taller. ليه بقى؟ أنا المقارنة بتاعتي جوه اتنين لسه. تمام؟ أنا بقول لك ده مش ده شاطر بس التاني أشطر. شاطر بس التاني ماله؟ الأشطر؟ لا هو أنا في مجموعة ولا هو واحد وبقارن التاني بعده؟ التاني يبقى taller. ماشي عادل is taller but Rami is taller. Which bridge is A? The 6 October bridge or the Asri Nil bridge? طبعا مفيش زن لان ده سؤال في اور انا بسال عنهم يبقى is longer. ماشي نور English is A than many other languages. Easier than we can run as A as they can fast as they can. Football is a popular game in Egypt. Is لا the most. قلت most بس. هل the most؟ The most. Is the most. Which sport is a football or tennis? Better بس مفيش زين في السؤال. Recycling. Recycling is A as using less electricity for the environment. بس is A most important as is as beautiful as مش في عندك as بات الثانيه ماما كملي. Mount Kenya is not as high not Mount Kilimanjaro as. This book is bad but the other book is the ليه more worse ليه worse وخلاص هي bad المقارنة بتاعتها worse وبعدين the worst. This month was تسنين مبلل يعني في شتاء يعني هنا بقى انت شايفه ايه؟ مش هي في وتر؟ طب هي لو طويله كنا حاطط فيها اي ار ليه؟ هي قصيره يبقى this month was Water. Lying on a beach is A than working in the city. More relaxing. Plastic pollution is A now than it was before. Is worse now than it was before. There is a lot of traffic in Cairo. It's A than Marsa Alep. ليه يا بنتي ما هو طالما فيها اي ار في الاخر يبقى هي مش هتحتاج مور. نويزير على طول. كمل يا مصطفى. نويزير ايه؟ انا اسف محمد. يلا يا مصطفى. No one is taller than Reem. يبقى she is the tallest. Cairo is most crowded than Giza. Is more crowded. Three. An elephant is يوسف. نعم يا مصطفى. يا نمبر 1 كانت ايه يا يوسف؟ انت بتفكر طول ها
punished. لا. انت مش حاللها. انت سايق ولا ايه؟ Four, three, an elephant is big than a camel, bigger than a camel. Today, it's not windy as yesterday. Windier, windier. It's not so windy. That mountain was more high than we thought. يلا عم. Higher. Cheese is bad for you than fruit. Worse. ماشي. هم وقفوا لغاية ايه؟ لغاية ايه؟ خدوا 14. لا خدوا 14 و 15. متو امبارح 14 و 15 والحفظ lessons 1 و 2 و 3 و 4 سهلين خالص. بصي عليهم احنا بنحفظ يعني اللي اصعب منه ايه؟ الا مارسيلين ليك وصفة دي انت اللي جاي متأخر يا بابا. انت جاي الا ربع. انت جاي الا ربع. اتفضل يا يوسف باشا.